السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ربكم بخير. معكم خالد ابراهيم من قناة خالد ميجا، والنهاردة معانا توتوريال بسيط لحل مشكلة التحديثات اللي واجهتني انا شخصيا في الكرياتيف كلاود الخاصة ببرامج ادوبي. ان انا في الوقت الحالي انا بقالي اشهر حرفيا ما بيوصليش اي تحديثات، يعني زي ما انتم شايفين كده. على سبيل المثال ادوبي بريمير، لو جينا رحنا على الاذر فيرجن لقينا ان اخر تحديث وصل واللي موجود بالفعل اللي هو تحديث 25.0، مع ان اخر تحديث موجود دلوقتي للادوب بريمير هو 25.2. فدي مشكلة عندي، وحاولت ان انا اتواصل مع السبورت الخاص بادوبي ويدخلوا على الجهاز وحاولوا ان هم يحلوا المشكلة، ويعني حاولت كتير معهم، فضلت معهم في الشات حوالي اكتر من ساعة ونص، ما قدروش ان هم يحلوا المشكلة خالص. واخر حاجة توصلنا ليها ان احنا لما نيجي نعمل ابديت من هنا بالشكل ده كده ويعمل checking for updates، ما بيظهرش ان في اي ابديت هو معترف بيها او قدر يقراها. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي ابديت نزل للبرامج، مع ان موجود فيه ابديت للبريمير والفوتوشوب والافتر افكت ومعظم البرامج الخاصه بادوبي. اخر حاجه بقى توصلنا ليها ان من خلال الدعم لما فتح البرنامج وراح على هيلب، يعني ده في اي برنامج خاص بادوبي اذا كان فوتوشوب او بريمير او افتر افكت، تفتحه وتروح على هيلب وتختار منها ابديتس، فيظهر لك المشكلة دي ان الابديت بتاعك مش متاح على الجهاز، او بمعنى اصح ان الابديت او ميزة الابديت مقفولة على الجهاز بتاعك. وكانت صراحة من شركة ادوبي ان هما مش هيقدروا يحل المشكلة دي، وان المشكلة دي تقدر ان انت توجه للاي تي او حد مختص في البرمجيات ويبدأ ان هو يحل المشكلة دي، لان دي مشكلة سوفت وير. انا قدرت ان انا اوصل للمشكلة او حل المشكلة بعد بحث طويل جدا، بعد طبعا عن الساعة ونص مع السبورت الخاص بأدوبي. وهي مشكلة حلها بسيط جدا جدا جدا، وهي انك تروح على البارتيشن اللي انت مثبت فيه النظام بتاعك اذا كان ويندوز. فهنروح على سبيل المثال للسي، البارتيشن سي دوت اللي انا مثبت عليه الويندوز ومثبت عليه البرامج الخاصة بالويندوز. فهبدأ ان انا ادخل على السي بالشكل ده، واروح على بروجرام فايل x86، وهروح على كومن فايلز، بعد كده هروح على ادوبي، بعد كده هروح على الملف الاول اللي هيكون عندنا وهو الـ AAMU updater، بعد كده ندخل على 1.0. هنلاقي الملف ده هو المشكلة معانا، الملف دوت هو اللي مانع اي updates تنزل خاصة بالكرياتيف كلاود والبرامج الخاصة بأدوبي عامة. فهنبدأ ان احنا نمسح الملف، او لو انت عايز ان انت تسيف نفسك بحيث ان لو في اي مشكلة حصلت فممكن ان انت تغير الاسم بتاعه بالشكل ده كده. يستحسن ان انت تمسحه، هو كده كده ملوش اي لازمة غير ان هو بيمنع التحديثات. فدلوقتي انا غيرت اسمه، فهاجي بقى كده على البرنامج مثلا الادوب بريمير واعمل ابديتس، هيبدا ان هو يفتح لي الكرييتيف كلاود. هبدا بقى ان انا اعمل تشيك فور ابديتس، هيبدا ان هو يقرا معايا كل الابديتس الخاصه ببرامج ادوبي، وهنشوف دلوقتي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده جالي هو التحديثات الخاصة بالفوتوشوب، بريمير، افتر افكت، ادوبي اديشن، ميديا انكودر، البرامج الموجودة عندي ومتثبتة اللي ما كانش ظاهر لها خالص اي ابديتس. فهو ده حل المشكلة. المشكلة بسيطة جدا، تقدر ان انت بقى بعد ما غيرت اسم الملف بحيث ان انت ما تمسحش الملف من اول خطوة، تقدر ان انت دلوقتي بقى ان انت تعمل له ديليت بالشكل ده كده. كده خلاص المشكلة اتحلت معاك، وتبدأ ان انت تعمل ابديتس، وكل ابديتس تنزل للبرامج توصل لك عادي بدون اي مشكلة. وعايز اقول لكم ان ده حل ادوبي نفسها ما عندهاش علم بيه، لان انا فضلت حوالي اكتر من ساعة ونص مع السبورت الخاص بادوبي وما كانوش عرفوا يحلوا المشكلة خالص. فاتمنى لو حد واجهته المشكلة ديت ان هي تتحل ان شاء الله بالخطوة دي، واشوفكم في درس جديد. انا عارف ان ده درس سريع، ولكن بس ايه، انا حاولت ان انا اشاركه معاكم عشان لو حد واجهه المشكلة دي ما يتعطلش في شغله، او ان هو يوصل له التحديثات الجديدة الخاصة بالادوبي. فاشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام. ناوي رسم حلمك للاحتراف ميجا، هلا شد الحيل وكمل خطوة خطوة في الابداع، كل الفيديو يعلمك فكرة جديدة. ناوي رسم حلمك للاحتراف، رسم حلمك للاحتراف ميجا.